حفلات سياسية الأسرة الهاشمية والسودوية عربية بمسيرة فرانك كريم كا عربية كتر تم سنشيس وصفن كتوس فرانك ويولي بأردك غالي تبسي معها هيا لغة تيمي على ذا اندولا يودي كزامبيا وعانا سوق المقابي السي إقرأ إسلام يسكول من عامة نبور رسي أي سوق المقابي السي حتى نوعان وقلاء وصلوا عن تيئة والله كرنكرو إلى تيئة ذكي أخوان تيئة جيسة حمبار سماع نحكم من تتكى كلاك sida hadda calaamada la idin sii ina hadda calaamadiina way garto markaad suuqa joogtaan markaad masaajidda joogtaan meelaha wanaagsan inta kale oo aad la joogtaan ama agtiina aad gacanta qabataan calaamadu macruuf anahay calamuka baadikaraba waa qof walba ugu sula saaran laakiin isgaarba hadda waxaan baateen intaasna waxaan leeyahay dhallinyarada macalimiinta la jira waxaa la arinta duwane آدم جامع جامع آدم عفوا عفوا هكا عفوا علي وعائشة جامع آدم شيخ دون بارك الله فيك إلى علم يا براتين أقول بركيو هل كوزي أليو وسبع عدي أدنس أردي كالي تلغات قليل أرضي كالي تلغات قليل وعائشة عيد يوسف ما شاء الله لا أكبر كير عايش عيد يوسف من كبار العلماء أي كمتة ساعة الدردية ما شاء الله نصر الله أرضا يكالين تسدحات قليل وأرضا أمور ريسا أرضا يكالين تسدحات قليل ومريم محمد حاجي حواء مختار محمود ما شاء الله موسى عبد الملك عبد الله علمي الله وإن لم يكن بيا علمي الله إن تكمال العلم لنا عظماء أدعي لحال وفرحية جامع عبد فرحية جامع عبد أرضي كتبتبات ولقي طهن أرضي أبدا أرضي كتبتبات وعبد الله علي حسن عبد الله علي حسن أرضي كسديدات وعائشة علي حسن كلهم أبناء علي حسن ما شاء الله أرضي كسديدات وأسامة عبد الرحمن محمد أرضي كطبنات وحفصة عبد السلام علي أرضي كطبنات وشعيب جامع آدم
أردن الله يتوبناك وحسن إبراهيم يوسف أردن يسود على يتوبناك ومحمود عبد الله حاشم محمود عبد الله حاشم معلم في سوابار إن شاء الله أبي يعبر ثم وزيتونة عبد القادر محمد زيتونة عبد القادر محمد أبي يشم ثم وسعيد محمد سعيد أبدا إلى اللحظة ثم هذا هو دمية وسمية عبد السلام علي ومقاتها يحوقات سلاشة الأرحى أرداد الشهادة اللي قدون سيئة وحي هايين أرداد كقلن شبسي معهد كإسلامي آهي كوية على مقالة دين دولة وحي قزابي وحي نوصو سعودة ولي أرداد كو تغطن طيب سبتون كتشيسي أخران في كريم كاهو اللي قدون سيئة دونو أبال مرينو قريب ووفا كارين تكورات يا كارين تلوات يا كارين تسجعات عدد القصري أرداد ذاك وحي شايف دونا وكري هالكو لأي وفرية نتيجة لا يكون بوليستي لكن هذه الكارثة كوات بسي يا هذه الكارثة كوات بسي يا هذه الكارثة تدعات بسي فلو يجب أن أحب الإيمان دونا قلت يا تحكيم كا أي أقوى ريجين دونا ومدرسين دونا كل ما كنت رجعي أو على المرينة وعبين الرياضة كوهو الرياضة هلا مصدرين Ada yang war yang ini yang jis kelabat, number one ada yang kita lihat. Wah, number one sudah kalah dalam ada. Wah, jis kelabat ada di kita bisa yang lain. Kalau ada yang ini yang apa ini hak yang ada. Kau, wah saya Ahmad Abdul Qadir. Iya, Fadlullah Abdul Fattah Ahmad. Lawala Hasan wa Abdulla, Hakim Nala, Hakim Nala, wa nama kecua di kubah saya anda di dalam diskusi tentang ini. وعلى أولا أنت يكبر لك مقر كما مقر أولا قبل سرعين لو يجي مقر كما مقر يكبر لك يا هذه البركة ما شاء الله أرتجع لما وقع كان سوت في جس ما كان جاره بعد شيء دورة لعتة للدوسينة إن شاء الله. أوكي أرتجع لما لبعد جس نمبر 2 ما كان كان نمبر 3 وعندي وسهيب عبد السلام علي سهيب عبد السلام علي سعيد أبو سعيد سمرا وحبو باسي سليمان 98.3 سليمان برهان سليمان برهان ومدرسة ابن عباس
Thank you.
shay kaalintii koowaad ee qur-aanka tartanka qur-aankariimka waxaa lagu wareejinayaa abaalmarino ama weliba lacago ay soo diyaariyay kambaniga kaya dhagta oo lixdii sane ugu dambeeyey bixinayay dhiirigelinta ardadaas sidoo kale waxaa qayb isna ka ahaa kambaniga deeqilah oo director u yahay beldaje faarax dalmar beldaje bishii kuwaasinteedii
إن شاء الله ولولا أرضي مقعد عليها عبد الرحمن روح على وصيل هنا لبقوا أطولا وطارق التامة إن شاء الله labada arday waa labadii arday oo gashay kaalinta koowaad ee quraanka tartanka quraanka ah ee kriimka ah ee sanwalba ugu qabta magaalada indhoole ee waddanka zambia waxaana lacagta gudoonsiiyey daraktarka kambaniga tayer doctor isla markaasna leh mulkiilaha kambaniga deeqina sanad walba kambaniga tayer dhagta wuxuu ku deeqaa lacago abaalmarin oo ugu talagalay ardada dhamaysa qur-aanka kariimka oo lagu dhiirigelinayo sanadka soo socda 2020 wuxuu ballan qaaday inuu guddoonsiin doono arday ku guulaysta kaalinta koowaad gaari nooca raaxada ah oo kambaniga uu bixin doono daraktarka kambaniga tayer dhagta ayaa sidoo kale kambanigiisa deeq ilaahay ka bixiyey lacag dhan $2,000 oo siiyey ardaygii galay kaalinta labaad maadaama ay hal kaalin wada galeen labadan arday waa labadii arday ee ku guulaysatay kaalinta koowaad ay guddoonsiiyeen shahaadooyinka iyo weliba lacagaha kambaniyada kale ah tayer dhagta iyo deeq ilaah waxaa warbixin kooban inaga siin doona munaasabadda tan quruxda badan ee lagu maamuuseeyey ardaydii dhammaysay qur-aanka kariimka ah isla markaasna ku tartamayay 30 jus sheekh cabdiraxmaan tawaabiya oo ah maamulka iyo maaraynta iqra islaamig oo kaalin muhiima ka ah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal allahu alayi wasalam ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala mahad aana koobi karin waa inta cadduu nicmatallahi laa tuxsuuha maanta hadka waxaa nagu soo gabagabobay xafladda qur-aanka kariimka ahaa musaabaqadii ardaydii dhamaystay qur-aanka kariimka ah iyo ardaydii ku tartantay qur-aanka kariimka ah iyo ardaydii macadka imaamu shaafici dhamaysay runtii ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala waxaan rabaa inaan maaragtay bacdallaahi aan nuga faa'idaysto fursaddan inaan u mahadceliyo kambaniyada ka qaab qaato dacwada oo runtii laftabar u ah sida maaragtay kambaniga la yidhaahdo faarax ansaanis oo maaragtay ah aasaasaha dacwada sida kambaniga la yidhaahdo juba transport sida kambaniga isway runtii kambaniyadaas waa laftabarka dacwada waxaa kaloo ayagana ka liidanin oo haddana abaalmarinta bixiyey halkaa lagu bixiyey tayer doctor kambaniga la yidhaahdo oo mar walbana runtii ku abaalmariyo ardada gasho kaalinta koowaad $2,000 lacag ah waxaa kaloo asana xafladda sabab u ahaa inay qabsoonto oo mar walba maaragtay bixiya kambaniga hibel la yidhaahdo waxaa kaloo asana ka liidanin oo kambaniyada dacwada la garabtaagana kilwa kambaniga kilwa runtii iyo kambaniya kale oon soo koobi karin runtii waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr kambaniga la yidhaahdo fadli muxuu ahay deeq ilaahay kambaniga sanadkan oo nagu soo biiray deeq ilaahay waa runtii magacaad wanaagsan jazaakum allahu khayr walaalaha kasoo qabgalay dhammaan waa u mahadcelinayaa iyo waalidiinta iyo dadka maaragtay dacwadaasi joogtada mar walba u qayb qaato aad bad u mahadsan yihiin ilaahayna waxaan u weydiinayaa adduun iyo aakhara inuu xifdiyo sana dugsiyeedkii ama sana dugsiyeedkii qur-aanka sanadkaa la soo gudagiray rabadaan ka hor waxaan ilaahay mahadiya iskale ummadda iyo waalidiinta iyo ardada dugsiga iqra school